برنامج التحرية الاجتماعية بشكل صريح مباشر، ما كان ستروش على المشاكل وعلى التحديات اللي كتعوق نجاح المغاربة في المغرب. مرحبا بكم بالتحية ديالكم بصراحة اللي تعودناها مع بعضياتنا على ميد راديو من 6 إلى 8 من يوم الاثنين إلى الخميس. انتظرونا، مرحبا بكم. مساء الخير على كل المستمعين الاوفياء لاستماع برنامج بكل وضوح دائما رفقة الكاتب والباحث في التحليل النفسي وعلم النفس استاذ المامون مبارك الدريبي. اهلا بك استاذ، مرحبا. مرحبا لسنا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك استاذ. اليوم في موضوعنا غادي نتكلموا على السعاده عند المغاربه، والمغاربه معروف عليهم على مر العصور، يعني ناس ذواقين عز عليهم البسط ويسعدوا نفسهم يعني بابسط الاشياء. دوك لقاوهم يعني كيجمعوا بين الرقه في امور العيش اليومي والشده والقوه يعني في الامور اللي كتطلب الحسم، يعني في امور الكبيره اللي كتقيس العرض البلاد، امور اللي هي قويه. فمنين جابوا استاذ المغاربه على مر التاريخ يعني هالتوازن وفهموا الامور، وكيفاش حنا يعني كجيل في ظل هاد الاكراهات والظروف اللي كنعيشوها اللي هي شويه صعبه، حتى حنا نفهموا ونخدموا بالسعاده ونوازنوا ما بين الرقه وما بين القوه. هو المغاربه معروفين بقوه الذوق الرفيع وبقوه الفهم والهمه العاليه. المغاربه سواء يكون فقير ولا متوسط ولا غني عنده الذوق، طعام ديالو ذواقين فيه، اتاي ديالنا ذواقين فيه، القعده ديالنا ذواقين فيها، والعباده ديالنا ذواقين فيها، والفهم ديال المغاربه جدودنا ووالدينا والحمد لله. الان منين جابوا المغاربه القوه الفهم؟ المغربي هو واحد الانسان تيخاف الله، مؤمن مسلم، عنده سجاده واحد الحاجه مواظب عليها، عنده القرآن مواظب عليه، وعنده التسابيح، وعنده الدراع في الخدمة. المغربي كيخدم بالجدية وبالإتقان، وكيحماق على الطعام الحلال. الوقيتة اللي كتقاس شي حرمة من الحرمات المقدسات الكبرى تيولي سباع. لهذا احنا عندنا الرموز ديالنا، راه تشوفوا في التاج ديال الملكية وفي الرموز ديالنا اسد الاطلس، اسد. وكيعرفوا الاختصاصيين في الزولوجي بان اسد الاطلس من السلالات الاكثر شراسه في سلالات الاسود على وجه الارض، حتى انه باقي منه غير شي فصائل قليله اللي حاليا في افريقيا اللي عايشه بالحياه. واحد الفصيله هو لا في الشكل ديالو، لا في الشعر ديالو، لا في الصورة ديال وجهه، لا في الهامة ديالو. هذا الأسد الأطلس عنده خاصية هائلة، فماشي غريب على المغاربة غيتنعتوا الآن بأسود الأطلس. ترى راه ماشي غير المنتخب اللي عنده هذا اللقب، راه المغاربة من قديم، راه من قديم المغاربة معروفين بالأسود. والأسد راه ماشي بحال القط تهزو تلعب به، كتوقروا كتشوفوا جميل من البعد، تقرب له تقرب له بأدب، تتزعجو وتندم. فالقوة ديال هاد الفهم اللي فهموا به حقيقة الحياة جدودنا والدينا، جابوها من حبهم وحبنا لسيدنا رسول الله. ما كاينش شي شعب مسلم على وجه الكرة الأرضية الآن أشد حبا النبي صلى الله عليه وسلم قد المغاربة. المغاربة هم الشعب الوحيد اللي كيحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بواحد طقوس فيها من الجلال والجمال اللي كتشوفوها. المغاربة جعلوا في الماضي من كتاب الشفاء للقاضي عياض، جعلوا منه بحال شي بلسم كيدوزوه على قلوبهم. هذا الكتاب هذا ننصح به كاع الطلبه والشباب يعاودوا يقراوه. هذا العلامه المغربي جعل من حب النبي صلى الله عليه وسلم الجوهر الايمان. فالمغاربه عندهم في الظاهر واحد السلوك بسيط، وفي العمق عندهم واحد الفهم عميق. وشنو فهموا؟
فهموا في القرآن في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. شنو فهموا المغاربة؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تقول العرب الضنك هو الضيق من كل شيء، والحياة الضنكا هي ضيقة من غير حل. يقول أهل التفسير ابن كثير: من أعرض عن ذكري من خالف أمري. إذن هنا من اللي كنشوفوا المنهج باش المغاربة عاشوا الإسلام، وهما علماء وكيبحثوا وكيفهموا. قال واحد العربي للحسن حفيد النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا سعيد، علمني دينا وسوطا، لا ذاهبا فروطا ولا ساقطا سقوطا، أي دينا متوسطا لا متقدما بالغلو ولا متأخرا بالتلو. فقال له الحسن: أحسنت يا عربي، خير الأمور أوساطها. المغاربة هم أمة الوسطية والاعتدال. فملي قرأوا ومن أعرض عن ذكري، أنتم غتشوفوا موادكم ومواتنا وجدودنا وجدكم، دائما كانت عندنا جدانا ومنا وباقي الآن حنا، ما يمكنش المغاربة يصلي واحد الصلاة ما يذكروش فيها البقية الصالحة، ما يمكنش، ما كاينش شي مغربي اللي كيصلي ويزيد يخرج الجامع، كيصلي سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، تيسبح واحد شوي ونوض يقابل شغله. علاش؟ منين جابوها المغاربة؟ لأنهم عاشروا العلماء والأولياء، وعندنا حنا دستور، دستور كيورينا، هذا هو اللي قلت لكم أسلوب اللي إن شاء الله غتلقاوه في واحد الكتاب قريب نختموه، دعوا معايا الله يثبتنا فيه ويقوينا عليه. عندهم واحد الدستور لقوه من العلماء تعلموه كيفاش يكونوا مسلمين، غلقوا هذا الدستور ديالنا في سورة الأحزاب في الآية 35. الله يجزيكم بخير، أنا هنا راني ماشي مفسر في القرآن، أنا متأمل ما استطعت، أعمل بالذكاء حول مقام التفكر، راه هذا هو الباب اللي تستمعوا لي منه. الله يجزيكم بخير، ما يكونش لبس. أي سؤال وأي أمر كيتعلق بالقرآن فهو متخصص العلماء والفقهاء. أنا كنحت العائلة المغربية باش ما تجعلش القرآن فقط للقراءة أو الجويد أو للصلاة، كذلك للتفكر، ناخذ منه أجوبة لدراستنا لحياتنا لمعاشرتنا لأزواجنا البيع والشراء ديالنا، العقد النفسية ديالنا، العقد الاجتماعية ديالنا، ماشي على أساس نجعلوه بزز للناس ناخذ منه لنفوسنا. كيف أنا كنشتغل به مع نفسي ومع أولادي، كنشارك المغاربة هاد الذوق اللي أنا تعلمته من علماء أجلاء وتعلمته من مشايخ وتعلمته من واحد الحياة اللي جعلتني نكون قراب ديالكم بالقاف. ألقاو هاد الدستور ديال كيفاش نكونوا من أهل العبادة، ألقاو في سورة الأحزاب في الآية 35: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. تلاحظوا أن هذا الدستور ديال المغاربة هما عايشين به هو هذا، عنده جوهرة: ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شنو قلنا؟ الحياة السعيدة هي أن ما تكونش عايش معيشة ضنكة. وشنو هي الأسباب اللي غتجعل الإنسان يفقد الحياة السعيدة ديالو ويعيش عيشة ضنكة؟ يقول الله سبحانه وتعالى كيف قلت لكم في الأول: ومن أعرض عن ذكري. بس سالت دستور المغاربة علاقتهم بالدين، سالت بالذاكرين الله والذاكرات. إذن غنمشيو ونشوفوا كيفاش نكونوا ذاكرين الله وذاكرات. إذا باش تكون ذاكر الله وتكوني ذاكر الله، واش هي أنك تقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم؟ واش أنك تقول اللهم صل على سيدنا محمد
واش هو تقول لا اله الا الله؟ واش هو تقول استغفر الله؟ واش هذا هو تكون في مقام الذاكرين الله والذاكرات؟ واش هو هذا؟ او لا هو هذا بالفهم ديالو، هذا راه هو العمل ديالو، هو هذا العمل ديال الذاكرين، هو تذكر الله قياما وقعودا في الخلوه والجلوه، ولكن عنده مصدر الفهم ولا ما عندوش؟ واللي ما لقاش المصدر الفهم عندك تسحبه ما كاينش، راه انت ما لقيتيهش. كاين، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ايوا غنمشيو نشوفوا ان شاء الله مصدر الفهم ديال الذاكرين الله والذاكرات. مبني هو على جوج، غتلقاو دائما في الامور الكبيره كتلقاو نعم لا. لا نعم، نعطيكم مثال. الايمان غتلقاو فيه لا نعم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، أي غتجي لا، فمن يكفر بالطاغوت، هذه شتي لا. تكفر بالطاغوت تقول له لا، أي لا. ويؤمن بالله، أي نعم. ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذا شتي ما تبغي تركب الفعل ديال الفهم الروحاني عندنا في الإسلام خصك تلقاه مركب من جهة فيه نعم ومن جهة فيه لا. يقفل هو. يقفل. صافي، تسد. البلاصة محصلة مشدودة. إذا خصنا نمشيو نلقاو في الفهم ديالنا في القرآن غنلقاو واحد الموضع فيه نعم أو لا، أو غنلقاو فيه لا لا أو نعم، غتقفل هكا. وهو اللي غيقفل لنا مقام الذاكرين والذاكرات. غادي نلقاو في سورة الكهف في الآية 28. نعم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. شتي نعم. واصبر نفسك يعني اجعلها ما تكونش كارهة في هذا العمل. تكون نفسك معاك تتقول لك نعم. مع من؟ مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. دابا هذه نعم، حنا غنلقاو لا. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. شتي لا. هاي تقفل. اذا دابا واش تكون من الذاكرين والذاكرات انك تقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم؟ أو لا تقول سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وتكون فاهم بأن خص تكون عندك نعم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وتكون عندك لا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. معنيتها لك أنت من الذاكرين وكتطع واحد سافيه يا أخويا راه عندك من الذكر على اللسان. متابع واحد السياسي مفروح وأنت كتذكر الله وعرف راه عندك من الذكر على اللسان، لأنك طعتي واحد من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. إذا شنو هو الذاكر؟ وشكون هي حقيقة الذاكر؟ والذاكرة هو واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعدو عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ها نعم ديالك. وخصك لا ولا تطع ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. غتلقى ناس كيصليو كيدخلوا للجامع كيتكلموا بالقران ولكن حقيقه حديثه باغي هو غيوصل لهذه البلاصه وباغي يربح هذه البلاصه وباغي يدي هذه. هذا واش كلامه كيذكر فيه الله؟ حيت هو خص تكون كتذكر الله انت كاف الاعلام، انت في تخدرت، انت كزار، انت كذا انت كذا، انت شفناج، انت مول الشباكيه، انت مول الحريره، انت مول البغرير، انت الفرملي، انت هي البوليسي، انت كتذكر الله في كل فعل كتخاف الله، كتقول هدا عندك نظلم، عندك نغلط، عندك نكون قاسي القلب، عندك ندير شي حاجه. كتمشي لواحد الجمعيه لواحد النادي لواحد الحزب وكتشوفو تيوضع اولويات الحزب ديالو هو فوق اولويات المغرب، فانت تطيع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا. هذا ما ذكرش الله، هذا حبس انت شكون في غادي في غادي. إذا ما غنعارضوش هو قوي مني غيفرسني ما نطيعوش، ما بقاتش نعارضو ما نطيعوش. ملي يقول شوف الإخوان وغديروا في فيسبوك كذا وكذا وغديروا حملة كذا وكذا، لا خو ما نطيعوش أنا ما نديرش. كنت تصبح على المقام الفهم. بالك شتي، إذا حنا جدودنا ووالدينا كانوا كيفهموا هذا الشيء. دابا أصبحت ممارسة هي اللي كنسميوها حنايا التدين. أصبح الإنسان غير مدين كيدير شوية ديال الزغيبات في وجهه وكيدير لها هي واحد الشد على وجهها وكيمشي يصليو وكيجيو تيقول لك انت خاطئ، لا انت صحيح، انت خاطئ، انت صحيح. اجي اجي باش كتربح انت فلوسك؟ اجي وريني انت اللي كدير السياسه باش تربح فلوسك، منين جبتيهم؟ واش عندك شي خدمه؟ راه نشوفوا خدمه. غنلقاو في جمعيه، جمعيه كتوصل بتمويل، تمويل جاي من شي جهه باش تربح خبزه هو. اذا انت بعدا ما عندكش هذيك الدراع اللي عند المغاربه كيربحوا بخدمتهم برزقهم بدرهمهم.
إذا هذا لا تطيع، من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولو يصلي معايا ولو يصوم حدايا، خصني نشوف المسيرة ديالو اليومية وغنشوف القبلة ديالو ونشوف الوجهة ديالو. إذا هنا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم لغاية العشي، نعم، ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وهو كان أمره فروطا. شحال من واحد عنده دابا بنته ولا عنده ولده مشات تقرا في الخارج ولا مشات لواحد البلاد وانخرطت في واحد الجمعيه، وهذيك الجمعيه معاديه للمغرب، كتجي كتقول لك حقوقيه. اذا كيفاش انت يا جمعيه حقوقيه وبنتي معاك؟ غنعيط لبنتي غنقول لها بنتي الله يرضيك اش كديري؟ وبابا راه سير ديموكراسي حقوقيه. اه بنتي راه راهم كي يدنسوا لنا النبي صلى الله عليه وسلم، راهم كيقيسوا لنا المقدسات. اه بنتي اش كديري؟ غتقول لك اش ندير؟ اه بنتي ما ديري والو، لا تطيع لا تطيع بنتي، اه حبسي، ما قلنا لك دير ضدهم والو، ولكن ما ديرش معاهم شي حاجه، ما ديرش ضدهم شي حاجه، ما قادش، انت ضعيف، ولكن جهدك في نفسك تقول لا. شتي باش تكون من حقيقه؟ شتي علاش الله سبحانه وتعالى قال ومن اعرض عن ذكري؟ دابا شي واحد يسحب بانه لا يعرض عن ذكري الله حيت كيقول استغفر الله ولا اله الا الله، اذا تيعتبر نفسه من اللي قال هو استغفر الله ولا اله الا الله والحمد لله بانه لم يعرض عن ذكري الله. احباس خصك تمشي لعند سورة الكهف الآية 28 وتلقى واش عندك نعم ديال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وخصك تلقى على ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فروطا. شتي إلا لقيتي عندك هاد الجوج راك غادي تمحص. ما معنى غتمحص؟ هيا ولنبلونكم، عندك واحد المقام ديال الابتلاء، ومن اللي غيبتلك سيدي ربي خصك تجاوب واش غتكون من المجاهدين ولا الصابرين؟ شنو الفرق بين المجاهدين والصابرين؟ الصابر راه متوتش واحد البيت سد له صبر، والمجاهد ما سدش عليه واحد البيت متوتش. المجاهد يا اما بقلبه يا اما بلسانه يا اما بدراعه تيغير المنكر وتيفك المشاكل ديال الناس وتيآزر الضعيف وتينصر الحق ولو على الاقل على لسانه، وذلك اضعف الايمان ان كان في قلبه. اذا دابا حنا اليوم فين حنا من الحياه السعيده؟ صفحات الحياة السعيدة اليوم عند المغاربة واحد العدد منهم هي خصو يكون عنده دار شاريها ما يكونش كاريها، لأن إلا كان كاريها ماشي ديالو، ولا كان شاريها راه ديالو، وهي إلا شريتيها راه ماشي ديالك، باقا ما غاتولي ديالك تدوز 20 عام. إذا خاصك تكون عندك دار وتكون عندك سيارة ولا جوج وتدوز العطلة من الأحسن في إسبانيا، بحال تقول إسبانيا الشمس تاعك بالأحمر وحنا شمسنا زرقاء، وتكون عندك واحد المدرسة في مستوى تقري فيها ولدك. جعلوا المغاربة السعادة ديالهم هي الاستهلاك، والاستهلاك عندهم متطلبات، ومتطلبات خصهم امكانيات، والامكانيات خصو تماره. اذا شعلتوا في راسكم العافيه، كل واحد مشي على البوطه ديال فوق راسو تيجري باش يحسن وضعيته، باش يدير الامكانيات باش تكون عنده الدار وعندك السياره ويمشي يدوز العطله في اسبانيا وكذا ويقري في المدرسه الفلانيه. اذا الفهم ديالكم صحيح. وهي تجينا الازمه العالميه في 2008 و2010 و2012 وبقى جارها العالم كله. وشكون اللي غيداوي هذه الازمه؟ لصحاب الفلوس، صحاب الاقتصاد، ولا صحاب الفهم؟ حيت صحاب الفلوس الازمه في صالحه هو، لان ما حد كتازم هو تيسلفك وكيطلع لك لانتيريس، يسلف الدوله ويطلع لانتيريس، ويسلف الشركات الكبرى ويطلع لانتيريس. اذا الازمه في صالح صحاب المال، ولكن الازمه ماشي في صالح الشعب الدرويش الفقير. اذا الحل اللي تعطى للناس الدراويش الفقراء او اللي عندهم شويه الفهم قليل، الحل اللي تعطى لهم هو تحسين الوضعيه الاجتماعيه. واش كاين شي واحد غيكره يحسن الوضعيه الاجتماعيه؟ سؤال، شنو غنخلصوا ليها؟ شنو المقابل اللي غنعطيو لها تحسين الوضعيه؟ شنو المقابل؟ نتخلصوا مزيان ونخدموا قليل شويه؟ كاين شي واحد كره يخدم 4 سوايع في السيمانه ويتخلص على 10؟ كاين شي واحد اللي كره يخدم يومين يتخلص على 7 ايام؟ ولا خصنا نخدموا 7 ايام باش نتخلصوا على نهار؟ ولا نخدموا شهر باش نتخلصوا على 4 ايام؟ اذا انت يا مخدم لي شهر، كاين اللي كيشد 1000 درهم شهر، كيشد 1000 درهم وبيع له الحلم. الحلم هو شري دارك، هو شري سيارتك، هو دير كذا، هو دير كذا، حنا تنقولوا له حبس. سعادتك فين هي؟ القناعة. والقناعة والله لا كانت عندك لما كنتيش في التابات. والتابات والله لا استقر في قلبك لما كانش عندك الفهم. مرحبا. إذا مستمعينا غادي نتوقفوا مع فاصل ونرجعوا نواصلوا بكل وضوح دائما مع استقبال مكالماتكم الهاتفية على 05 22 88 00 60 61 62 ولا 05 22 46 72 52.
ورجعنا لكم مستمعينا دائما من خلال البرنامج بكل وضوح. غادي ناخذ المكالمات اللي بعد اليوم معنا ام المهدي من العطاويه. الو الو ام المهدي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. كثير اختي سعاده في الاستماع. الله يبارك فيك. مرحبا. مرحبا بك لاله. بارك الله فيكم. الله يجازيكم بخير. مرحبا بك. الله يجعلكم من هذوك تقضى على ايديهم حوائج الناس. يا ربي امين. بارك الله فيك لاله. بارك الله فيك. الله يرحم والدينا. والدينا والدي. استاذ تعاوني بعد اول حاجه باش نعرف نقول داك الشيء اللي بغيت نقول. شحال في عمرك المرضيه؟ شحال في عمرك؟ انا شحال في عمري؟ 36 عام. مزوجه ولا مازال؟ عندي وليدات ثلاثة. شحال في عمرهم؟ والوليد الكبير هو اللي عنده 14 عام هو اللي عندي معاه المشكل. هي وخوته شحال عندهم؟ خوته واحد عنده 12 وواحد صغير عنده 6 سنين. هي وكالو باش شنو عندك بيبر شنو كاين؟ الله يجازيك بخير. بغيتك غير تقول لي اش ندير؟ نعاونك اختي. اي قول لي اشنو قريتو مزيانه بعدا قريتو؟ لا وليدي هو كان مزيان في قرايته ذكي. ايوا. ولكن من 6 سنين بدا كيجيو شي حوايج في شكل داك الشيء واقع دابا وما تعرفش. قول قول دابا كي عيب شويه عليك. ما تعيبش شويه. ما تخافش. قول. ما تحشمش. ما تحشمش. واخا يكون لك عليك. الله يجازيك بخير. راح ممكن انت شي حاجه مهمه. قول. قول. ما تحشمش. قول. واخا تكون فيها شي حاجه كتحرك قول. ما تحشمش. قول. ما تيتقبلش الهضره ديالي خصوصا واحد الحرف لا قلته. كيبقى يرد من ورايا وكيشد في الذكر ديالو. اه. اشنو الحرف؟ بحال حرف الزين. حرف السين. حرف السين. اه. بحال الا قلتي له السكر. الا قلتي له السكر. اي كيبقى بحال هكا تيبرك وكيتعصب ويعايرني وفي الاول شي ثلاث سنين هذه دابا مؤخرا الكلام كله تقريبا اي كلمه قلتها كيبقى يرددها من ورايا كيبقى باغا. وكياخذ الضفار ديال وليدي وديال رجلي. قول لي تقدري تجيبيه لعند واحد الطبيبه صديقتي في الدار البيضاء؟ ناخذ لك موعد بالمجان. فابور فابور. انا نقول لك نكمل لك استاذ. ملي دابا شي عامين هذه بديت في مراكش عند واحد الدكتوره النفسيه والعصبيه وخرجت لي الدواء غير الدواء المهم نقاطي واحد الدواء من الصباح للصباح تياخذه واول مره قضى لي فكر ولا شي اه وعاوتاني ما كانش كيبغي ياكل اي ماكله كيعيش ما خاصنيش ندوز من حدا الماكله خاصني ندور وجهي لجهه اخرى نحط ليه الماكله. الله الله الله. وتيبقى يعيش فيا اي حاجه اي حاجه وفي نفس الوقت ملي كيرجع لطبيعته كيحن عليا. هادشي امتى بدا هلاله؟ من 6 سنين بدا اول حاجه بداتو كيبقى نقرف حداه شي واحد هضر حداه شمشي ريحه كيبقى يمسح السجنه بفمو. من 6 سنين ومن بعد بقى كيتطور داك الشيء ولا حرف السنين كيحمق وكيخاف في الليل كيحما قبل خاص. ولا عليك. شوف واش تقدري تجيبيه للدار البيضاء؟ دابا نتبع عليه لواحد الدكتوره هنا. ماشي مشكل. جوج استشارات حسن. ماشي مشكل. استشاره هنا واستشاره هنا ماشي عيب. ماشي عيب. والله جاتك بخير. واحد الحاجه اخرى. ايوا. حنت هو كان زيود في برا. وتدر ديك 5 سنين عجنه دابا كيقرا هنا وتقريبا في هذه العطله غادي نمشيو ندوزو يما العطله يما غادي نرجعو بمره ما عرفتش اش غادي تما كاينه هو ما كيرضى حتى واحد وحساس بزاف كيحس بيهم كيقول لي راه ما كيحملوناش كيبقى يديرني في الشغاب. واخا ما عرفتش دابا شنو واش تقدري تجي للدار البيضاء ولا لا؟ تقدري تجي للدار البيضاء؟ ما كاينش غنتشاور معاه ونشوف. يلا انت انا غادي ناخذ رقم الهاتف وخذ انت الايميل اللي تعرف تكتب في الايميل. خذ الايميل من عند ديالي من عند ستوندار غيعطيوه لك وملي تقرر تجي للدار البيضاء صيفط لي غير ايميل وانا غناخذ لك موعد مع طبيبه اختصاصيه في الاطفال باش نديروا واحد ليفالياسيون لهذا الدري نشوفوا واش كاين شي حويجات الا تبينوا كاينين راه الامور سهله راه ماشي صعيبه. ولا علي. واخا. مرحبا اختي لاله. مرحبا. شكرا لك ام المهدي على المكالمه ديالك. تحياتنا لك من العطاويه. وناخذوا محمد من السعوديه. الو الو محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا سي محمد. سيدي مرحبا. اهلا دكتور. مرحبا. الله يحفظك. الله يودي. الله يودي. الله اكبر. الله يكبر بيك.
مرحبا ميس، الله يكبر بك، بارك الله فيك. مبروك اسيدي، اهلين وعليك سيدي محمد، الله يجازيك على مغاربك وفي الجزائر. امين، حنا وانتم وجميع المسلمين وجميع الناس. الله العظيم الله يرزقك في جنه الفردوس ان شاء الله. يا ربي معكم وبكم ان شاء الله، وجاكم انتنا رسول الله. مرحبا مرحبا. انا اختصر استاذي لانني من شحال هنا في الانتظار. الله تفضل. مرحبا سيدي محمد، تفضل تفضل. اولا عندي امانه لك وعندي سؤال. قول خويا. الى عقلتي عليا انا هو اللي كنت اتصل بك مره. قالت لك قالت لك قالت عيطتي واحد الليله واحد الاربعاء كانت شاحنه من اهل السماء حتى طيحنا حتى طيحنا واتساب هذيك الليله شخضنا شحطنا في السماء ليه. عقلت لك وقلت لك بلغ السلام سيدي رسول الله. وراه وصل سيدي. الله يخليه الله يخليه الله يخليه. والله الا وصل وسلمت عليك قلت سيدنا رسول الله سلم عليك الدريبي المغاربه كامل تسلموا عليك وراه تيحب سيدنا رسول الله. الله 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 بارك الله فيك. ودعيت معاك في الكعبه المشرفه كما وعدتك. الله يخليك شكرا. والله العظيم شكرا بالشهاده على ما اقول. والله والله الا هذا ما فيش المغاربه ما عندهم الصدق ما فيهمش بلاغه في هادشي. وراك في القلب استاذي. احبك الله قلبا وقالبا. الله ورسوله محمد. كل الله. من اراد بك سوءا والله جعل الله يشغله في نفسه. امين. والله انا احب استاذي هذا التحليل العميق بارك الله والانيق بارك الله. آه جمله زوينه هذه المغاربه الذواق هما اللي يخرجوا. وبالنسبه للسؤال. نعم خويا تفضل. انا بغيت غير نعرف علاش من ثمن تتشخب في شي حلقه زوينه تطرق ذاك التحليل العميق. انا صافي كنترفع بحال قلتي كنمشي لواحد ديمونسيون اخرى. هذيك كيجذبك كنجذبوا. اي الله يرضي عليك. هذاك هو مقام الاجتباء. هذاك هو مقام الاجتباء. هذاك راه هو اللي في القران مقام الاجتباء يجتبي. حنا كنقولوا بالدارجه كنجذبوا هو مقام الاجتباء. وانا راه تيشدني الحال استاذ وكاملين تحس بالمحيط وكاملين. وسيدي محمد وسيدي محمد في الاثار واحد الرجل مريض برجلو وشدته لا غونغرين وخصو يقطعوا له رجلو. فجاء هذاك الحكيم للدار وجاب معاه ناس قالت لهم الزوجه ديالو الله يجزيكم بخير ما تقربوا له حتى يدخل للصلاه. راه ملي كيصلي راه كيترفع ديالو فيه ما بغيتو. السيد سجد قطعوا له رجلو بلا بنج حيدوا له الرجيله وقادوها هو سجد. لا اله الا الله. تحاب الناس كيتحابوا هاد الامور غير حجيات غير خرافات. ناس كي ما عايشينش مقام الاجتباء ما عايشينش مقام الروحانيات. وحنين وكاملين. واولد عمي راه ديك النهار تابعني مول الطاكسي كاتب قصيده قال لي راه شدني الحال ما لقيت كيفاش نبرد الحال قال لي كتبت قصيده على باش تربحات معركه واد المخازين. ثلاثه الجيوش ثلاثه الجيوش جايين هاجمين على المغاربه والمغاربه ما جاهم مداد حتى شي دوله اسلاميه غير هما. وفي خبارك بان السلطان انذاك مسبقهم باش بالطقطوقه الجبليه. وسيروا سمعوا الطقطوقه الجبليه وباش غتحسوا. شوفوا هذاك الطبل وشوفوا هذاك الغيطاش كدير. علاش دابا المغاربه دائما حنا عندنا هذاك النواقص ياك غتلقى الطر ديالنا فيه النواقص ديك الخرشاشات وغتلقى القناوي فيه القرقابينه وغتلقى العونيات عندهم النواقص. وتلاش المغاربه دخلوا النواقص ولد عمي في الموسيقى ديالهم. والله العظيم هذاك راه التقرقيب ديال السيوفه. ياك هذاك راه تقرقيب السيوفه كيخصهم يسمعوه باش يجذبوا. علاش عبيده الرمى حنا عندنا في الغرب تا والله مشاو تطلقوا العيطه ديال عبيده الرمى والدوي معاه يضربك براس. الدوي معاه يكون جاذب في عبيده الرمى يضربك يلوحك. علاش؟ لانها هي رقصه حربيه. جدودنا انا كان عندي عمي الله يرحمه عمي محمد ملي كيمشي للصيده بالليل تيضرب الحجله بالمكحله في عينها في الظلام كيتبعها بسمعه بالودن. تطير الحجله كيهز المكحله كيتبعها تيقول لي يا ولد خويا سير جيبها لقيتي البارود فات العين لوح الكلب. لا اله الا الله. نتخاطروا حنا كنا مشدات غنتخاطروا. تخيل غادي تيسمع فر طاك 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 ما عرفوش هي على اربعه ديال الحجلات. كنمشي وكنلقاو البارود في العين ما ضربلاش المنقار ما ضربش العنق العين. والتسير دابا فين تعلم هذا يضرب؟ علاش هما سموهم عبيدات الرمى؟ يعني عباد الرمايه. الرمايه. فملي كتشوفهم كيرقصوا وكيحط ركبتو للارض راه قلال اللي فاهمها. راه كانوا كيتبعوهم ديك الساعه المستعمر بالعود وكانوا والدينا وجدودنا ما عندهمش الخيل فكيهربوا لهم الغابه. يدخل النصراني بالعود وهز السيف تابعو تيقول كيقعد على ركبته هو كينبت العود من تحت كرشو. العود الا خرج من تحت كرشو كيوقف رجلو. كيولي هذاك النصراني مهزوز للسما كيشحطو. كيركب فوق عاودو يديروا العود.
الله. عندي انا ولاد عم الوالد كانوا كيضربوه بالمكحله ورا القرفاده والخير غدا كتجري هك وهو كيحطها هنا وتيشير ماشي كينيش بكتفه بحال اللي كدير العادي وتيحطها ورا قرفاته والخيل راه كتجري ما بقاش شاد الجام راه برجلو وتيحطوا المكحل هكا ورا قرفاته وتيشيروا على واحد الحاجه ديال الشجر وسير قلب فين جات واحد الله. الجيش ديال الفرس في اول حرب غادي يغلبوا فيها العرب يالله بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجهر بالدعوه غادي يصيفط الفرس واحد الفيلق الجيش ديالو كلهم لابسين لي زارمير الحديد والعرب ما عمرهم لبسوا لي زارمير كيلبسوا دائما هما الجلد تلاقاو تقابلوا مع هذاك الجيش ديال الفرس انذاك والاخرين كلهم مدجاج لابس لي زارمير الحديد هما ينيشوا عليهم في التقبض العينين الاسهم ديال العرب كتمشي للتقبض العين عماو الف واحد لا اله الا الله قالوا انت لابس الحديد قالوا انا كنيش فلما عرفتيش جدك ما عرفتيش اصلك ما عمرك تعرف شكون انت بصح وحنا دابا كنيشو بالحرف بصح انا راه منين طلق الحرف والله مولاه تيتحرق انت غتشوف وليدي انت غتشوف واحد الحروب جايين عندك اصحابي انت دقيتي عليا انت دقيتي عليا ودي يا محمد يا وليدي وغنحرك لك الميم يا ودي يا والمداد غنحرك لك الحوت تشوف الحفوه ها هو نحرك لك الدال وتشوف الدلع استاذ نعم سي معليش على المقاطعه انا راه تنكون معاك انا دابا جيت ترى هي في السعوديه ولكن المخ ديالي راه في المغرب شوف غاد ما تقولش الجوتا غاد تقول الشبح هذا كيتسمى عالم الاشباح عندك وتسحبوا الاشباح هما لي فونتوم الاشباح في العربيه هما الاجساد صحيح دابا انت هي تما الاشباح تم والارواح راها ملاقيه في الملكوت ايوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم الارواح جنود مجنده من تعارف منها في الملا الاعلى تلف ومن تنافر اختلف صحيح. مرحبا سيدي محمد مرحبا بارك الله عليك سيدي محمد شكرا لا شكرا على واجب الله يكبر بك خويا شكرا غادي ناخذ اخر مكالمه ايوب من ثلاث سيدي بالنور الو الو ايوب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كيداير الدكتور بخير مرحبا سيدي ايوب كنشكركم وكنشكر الطاقم اللي هذيك البلاد عندكم راه فيها من احسن المجودين في المغرب شكرا مرحبا بك سيدي بالنور من اهل الجويد واهل حفاظ القران واهل النطق الصحيح فهنيئا لك ولدي بهذيك المنطقه تما مرحبا بك غندخل لك استفسار واحد المكالمه ما لقاش عندي يلا تفضل قول عمي انا دابا عمري 20 سنه وقعت على الدراسه هذا الموسم الثاني في الدراسه كاع مكمل جو ياكلوا بس علاش عندي انا كنعاني من وسواس قهري اصلا انا يا ولدي ولقاو لك حل هادشي راه كيداوى وكنعاون لك الاكتئاب وكنتصادع مع الدار ولدي ايوب خذ تليفون وناخذ لك معيد مع صديقي هنا طبيب في الاعصاب ونطلبوا يعالجك بالمجان الله دكتور حوايجك قطعت ما تقطع لا حوايجك لا والو خذ الرقم ديالي الله يرحمك خلي لي الرقم ديالك والاسبوع الجاي ناخذ لك ولدي موعد واجي للدار البيضاء تعالج ان شاء الله يكون خير وتاخذ دواء فابور ان شاء الله مالك ان شاء الله هيدي الرياضه وما دير شي حاجه ما هياش وان شاء الله دكتور واحد الحاله في دابا راه حويتي مالك ولدي ها انت واش بغيتي تجي من غدا جي غدا انا معاك من غدا وجبت نقطه مزيانه ونقاطع الدراسه لا ما تنقاطعش على الدراسه ولدي غادي نشوفوا الحباب وتعالج تاخذ الادويه ودير شويه الرياضه هادشي راه كيتعالج ولدي هادشي راه ما صعيبش عرفت كينقصوا هادشي دابا في شي 3 سنين دابا هي ودابا عاد زاد هي الحال بزاف شوف عمو انا بغيتي ناخذ لك موعد من غدا ولا الاسبوع الجاي اللي بغيتي الاسبوع الجاي ان شاء الله نوجد راسي ايوا انا غناخذ الهاتف ديالك ولا غنعيطوا لك عمو واخي ان شاء الله الله يرضي عليك تبارك الله عليك سلام شكرا لك تحياتنا لك ولكل المستمعين الاوفياء اللي كيتواصلوا معنا دائما من خلال البرنامج بكل وضوح لكم تحيه سامي عارف اللي رافقنا اليوم في الاخراج والبرمجه الموسيقيه نتمنى لكم مساء سعيد برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم